كريم، أنا سؤالي هيبقى على اللي كان الصحافة بيقولوه على أهلك. باباك قال إن هو اتبرى منك، ده الصحافة اللي قالت، وإن مش عارفة مين لو شافك هيقيم عليك الحد، وأخوك وأصحابك. عايز أعرف الكلام ده صح ولا لأ، دي أول حاجة. تاني حاجة عايز أعرف لما طلعت كان إحساسك إيه تجاه الناس دي، ولما طلعت قعدت فين؟ لأن أنت لما اتأخر خروجك الحجة اللي كانت بتتقال من الجهات الأمنية إن هم خايفين يخرجوك للناس دول يموتوك. أولا أنا مش عايز أعلق كتير على علاقتي بأهلي، دي شيء شخصي جدا، شيء خاص جدا، لكن كل الكلام ده تلات أرباعه ملوش أي أساس من الصحة. علاقتي بأهلي كويسة جدا، أنا مخير تستقبلني والدي وأخويا، وهم مختلفين معايا وممكن مختلفين معايا لأبعد الحدود، وممكن إلى حد ما عندهم شيء من ال يعني ممكن نسميه التطرف في الآراء، الآراء مش في الممارسات أو كده، لكن في نفس الوقت زي أي حد يعني أنا ابنهم، يعني مش يعني الموضوع مش هي يعني مش هيخرج عن ال عن إن إن أنا ابنهم، بغض النظر عن إن آرائي صادمة أو مخالفة ليهم تماما أو متوافقة معاهم. بالنسبه لاول ما خرجت، انا اول ما خرجت كنت قاعد في بيتنا في الحرم بيه عادي، ما كانش في اي مشاكل. الاسبوع اللي فات كله قضيته هناك، لسه جاي هنا امبارح عشان بس احضر المدرسه.